طيب كابتن أسامة، يعني النادي الإسماعيلي برضو يعني لا يزال بيعاني في زي السنوات الأربعة أو الخمسة اللي فاتوا، لا يزال برضو السنة دي حقق فوز واحد، بيحتل المركز الـ14 برصيد 4 نقاط. السنة دي يمكن طبعا عنده أزمة القيد، فبالتالي ما قدرش إن هو يجيب صفقات جديدة، بيعتمد بشكل كبير على العناصر من الشباب، من فريق الشباب اللي كانوا موجودين. بتشوف هي. ان كل دي بتكون معوقات قدام ايهاب جلال المدير الفني في اعادة مرة تانية الاسماعيلي الى هيبته؟ شوف يا اسلام، انا قلت رايي من البدايه. اولا ايهاب جلال لا يصلح لقياده النادي الاسماعيلي، ما علينا. هنيجي بقى للبعد الثاني وهو فك القيد. فانا اسالك يا لا اسلام، هل لا، من خليني المعقول؟ بس، انت قلت حاجة مهمة ما عديهاش كده. ايهاب طب قول. جلال لا يصلح لقيادة الاسماعيلي. طبعا لا ليه؟ يصلح. انا رايي الشخصي ليه يا اسلام؟ لاسباب كثيره جدا. الاسماعيلي النهارده في مجموعه كبيره من الناشئين اللي هم صغار السن، من المنطق ان اللاعب الناشئ زي ما كلنا طلعنا واحنا اولاد صغار وبنلعب مع الفريق الاول، كان لابد من وجود لاعيبه عندها خبرات. اللاعيبه الخبرات هي دي اللي بتقدر تسند اللاعب الناشئ وتعطيه نوع من الثقه داخل الملعب. ده مش متوفر، تمام؟ الشيء الثاني ان القياده الاداريه او الفنيه من خارج الملعب ضعيفه جدا. فانا لا اعتقد ان شخصيه ايهاب جلال لديها القدره على تحفيز اللاعبين، يعني مع احترامي الشديد ليه ومع البروباجندا اللي بتتعمل حواليه، لكن انا في تصوري من الناحيه الفنيه ما عندوش الكاريزما المؤثره على اللاعب الناشئ داخل الملعب انه يلتزم. فبالتالي انت عندك بعد في غايه الاهميه، عدم وجود خبرات داخل الملعب مع الناشئ الصغير، زائد عدم وجود قياده قويه فنيه خارج الملعب. ولذلك فهو ليس رجل المرحله، لا يمكن ان اعول عليه ان هو الاسماعيلي ممكن يلعب كره حلوه وجميله، لكن في نهايه المشوار ايه؟ الاسماعيلي بيخسر مبارياته. النهارده يا اسلام الاسماعيلي في 7 مباريات عنده 4 نقاط من 21 نقطه. لما نرجع بالذاكره التاريخيه كده، ده أسوأ نتيجة حققها الإسماعيلي في الدوري الممتاز، وأسوأ من النتيجة اللي حققها إن كان بيعيشها الإسماعيلي سنة 58 لما هبط لدوري الدرجة الثانية. ما كانش الإسماعيلي وصل لهذه المرحلة. طيب هتقول لي بقى النقطة الثالثة وهي فك القيد، تمام؟ هل يعقل يا إسلام إن النهاردة الإسماعيلي ما عندوش فلوس وبيشتكي وبيقول انا يا عالم مش هقدر اجيب فلوس؟ ده قصور شديد جدا اداريا. مجلس الاداره ده جاي علشان حل هذه المشاكل، ولكن للاسف الشديد ليس لدي القدره على حل هذه المشاكل، يعني اخفق. ولكن يا اسلام، لما اجي النهارده ما عنديش فلوس واجي ابتدي اجدد عقود لعيبه عندي صغار السن اللي ليه لسه 3 سنين وليه لسه 5 سنين وبيلعبوا مع الفريق الاول، وعقودهم بمليون ولا مليون ونص في خلال هذه الفتره، واجي فجاه كده اقوم مجدد عقودهم وهم لسه ما زالوا لديهم 3 و4 و5 سنين في النادي، واعملها ب 6 مليون جنيه؟ وهنا انا لازم اوجه السؤال المباشر لعلي ابو جريشه المشرف على كره القدم، ازاي الكلام ده يحصل وانتم بتقولوا ان ما فيش فلوس لفك القيد؟ طب انت ازاي بترفع قيمة عقد لاعب صغير السن ما زال في حوزة النادي لمدة 3 4 5 سنين من مليون جنيه لستة مليون، يعني 5 مليون جنيه، فجأة كده وانت بتقول ما فيش فلوس؟ هنا في اهدار مال عام يسأل عنه المسؤول عن هذه التوجهات وهذه السياسة للاسف الشديد اللي مع الوقت بيقولوا الناس فيها احنا ما عندناش فلوس لفك القيد. طيب ما عندكش فلوس لفك القيد عشان تجيب لعيبه، هل هنستمر على هذا الاساس وانت عندك ما فيش خبرات الملعب، ما فيش خبرات فنيه قويه بذو شخصيه قويه تقود هؤلاء اللاعبين من خارج الملعب، وعندك اهدار مال عام في اسلوب التصرف في الاموال اذا كان في اموال داخل النادي الاسماعيلي، وللاسف الشديد تجديد عقود لعيبه صغيره السن من
من مليون، مليون ونص لستة مليون، وهم ما زالوا تحت في كونتراكت او في تعاقد بينهم وبين النادي ما زالوا لثلاث اربع خمس سنوات قادمه، يبقى هنا يا اسلام هناك علامه استفهام كبيره. انا ارجو ان اي من هؤلاء المسؤولين يوضحوا، وخاصه علي ابو جريشه المسؤول عن هذا القطاع حاليا. طبعا لاي مسؤول داخل النادي الاسماعيلي وعلى راسهم طبعا المهندس نصر ابو الحسن رئيس النادي او الكابتن علي ابو جريشه نجم طبعا الاسماعيلي الاسبق له حق الرد طبعا في الامور اللي حضرتك وضحتها كابتن اسامه خليل. لا انا ما عنديش اي، بالعكس ده انا بطلب يا اسلام من خلال البرنامج الرائع بتاعك ان حد يطلع يجاوب الناس، لان صعب جدا ان الناس هتفضل ساكته كده. الاسماعيلي عمال يخسر مبارياته، الاسماعيلي النهارده في اسوأ مرحله في تاريخه، بقول لك السنه اللي نزلوا فيها سنه 58 يا اسلام الاسماعيلي ما وصلش ان هو في سبع مباريات ينهزم في خمس مباريات للاسف الشديد ويفوز مباراه واحده ولا يتعادل مباراه، ما حصلتش قبل كده. فلا بد من ان احنا ننبه ونقول اطلعوا وضحوا، لكن مساله انكم تقعدوا مستخبيين على طول ما ينفعش، ما حدش هيقبل هذا الكلام. تمام. كابتن أسامة خليل نجم طبعا الإسماعيلي الأسبق ونجم الكرة المصرية بشكرك الكلام يعني، وده دايما اللي احنا بنطالبه من أي مسؤول في أي نادي، إن يطلع يوضح أي أمور خاصة بيه.